أحد أهم الأنشطة الفلاحية بواحد زيز بالرشيدية والمورد الأساسي لمدخول الساكنة بها. حدث عصر الزيتون كطرح إشكالات بيئية كبيرة، وفي الغالب ما كيتم رمي هاد المادة المرجان في الفضاء الطبيعي العام. ولمعالجة الوضعية المقلقة نظمت شبكة الجمعيات التنموية لواحد زيز بالرشيدية يوما دراسيا تحت شعار البيئة بواحد مضغرة، واقع وآفاق نفايات معصر الزيتون نموذجا. يسعى لتدارس الإجراءات والتدابير اللي من الواجب أننا نتخذها للحد من مخلفات نفايات معصر الزيتون على المجال البيئي. وهذا اليوم الدراسي كذلك عرف دورة تكوينية لفائدة أرباب المعاصر وورشات تكوينية لشباب جماعة مضغرة. النفايات بصفة عامة للحد من مخاطر هذه المخلفات بغية المساهمة في الحفاظ على الواحات، كما يفرض تهيئة كل المتدخلين من قطاعات حكومية ومنتخبين وأرباب المعاصر والفلاحين والمجتمع المدني وتعاونيات فلاحية للانخراط في هذا المشروع. قطاع الزيتون يحتل المرتبة الثالثة من بين سلاسل الإنتاج في المنطقة من حيث المساحة والإنتاج السنوي بعد التمر والتفاح، ويتواجد خاصة بمناطق مضغرة الخنك وقلميمة والريش وأوفوس للعمل قدما مع كل الفعاليات والشركاء في هذا الميدان. من مخلفات معصر الزيتون كرفع للتنمية المستدامة والذي توج بمساهمة قطاع البيئة في تمويل هذا المشروع الذي يهدف بالأساس إلى المساهمة في حماية الموارد المائية للواحد من التلوث بمخلفات وحدات عصر الزيتون زيت الزيتون، وكذلك إعصار المحاكم الجيدة وحسن تدبير الموارد المائية والموارد الطبيعية بشكل عام. إذا الإنسان يتواجد بالواحد، وإذا لا قدر الله وقع ما لا يقدره، فالإنسان سينتظر من هذه الجهة العزيزة عليه، وبالتالي وجب الحفاظ على المكتسبات، وجب كذلك الحفاظ على الإنسان بجميع أطيافه. التنمية حقيقة ما هو اقتصادي يجعلنا أننا نشتغل بشكل متواصل، وكذلك نستعمل جميع الإمكانيات المتاحة، ولكن في المقابل هناك الشطر الثاني من هذا الاقتصاد هو أنه الفرنسية سيكون ديتريمون ديال البيئة. يعني كل ما اشتغلنا بزاف خصنا نعطيو قيمة للبيئة. فيما يخص عملياتها في هذا المجال هذا، بالنسبة للمشاركة مع وزارة الفلاحة في شخص المديرية ديال الجهوية ديال الفلاحة، وكذلك الوكالة الرقمية لزمن الشجرة والأكل والزرع والواحات، وكذلك بعد والرابع عشر كل ممكن عنده معهم في إطار المشاريع اللي هي كتهدف ثلاثة المشاريع أربعة المشاريع اللي هي مهمة، كاين إحياء النظم الجيولوجية والفلاحية اللي هي مشروع الوزير، ولي هذا الإطار نشر مختلف في الجانب ديال التلوث، فنقوم الآن بدراسة في إطار المشروع فيما يخص تأثير النفايات ديال المعاصر ديال الزيتون على الجودة ديال الفرشة المائية فيما يخص التعامل السلبي. بالنسبة للموضوع ديال اليوم اللي هو كيتعلق بالمخلفات ديال الزيتون، فالمخلفات ديال الزيتون التثمين ديال المخلفات يعني فهو كيساهم في المحافظة على الموارد المائية. علاش؟ لأن هذوك المخلفات بالنسبة لنا كيتعتبروا يعني مصادر ديال التلوث ديال الموارد المائية بصفة عامة. ضروري أنه سيسهم في إنعاش ضميرنا الجمعي، ضميرنا الجمعي التعامل مع البيئة، حيث لا مستقبل يعني الأجيال القادمة دون مراعاة الشق البيئي باعتباره كذلك كما قالت الأستاذة عراس هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. نجدد لهم الشكر على أساس
ايضا عائقا بالنسبه للجماعات الترابيه، واننا نعاني منه كثيرا لا على الصعيد ولا على الصعيد المجلي بصفه عامه. فبالنسبه للجماعه، الجماعه ايضا تساهم في هذه المساله هذه للحفاظ على بيئه وضعته برنامجا اساسيا في هذه المجلس هذا، وذلك يتجلى في اولا خلق مصلحه جمع النفايات. جمع النفايات والحمد لله احنا في طريق لاننا نجد نظيف الزيتون وخصوصا في طور والمشروع. هذا المشروع يبقى متواصلا رغم جائحه كورونا، ونحن نتخذ الاجراءات والتدابير الاحترازيه التي تنص عليها السلطات المحليه من اجل ان نتجنب كل تداعيات لهذه الجائحه. التسيس يتجلى في ان الشبكه تحاول ان تحسس الساكنه وارباب المعاصر بخطوره هذه المخلفات والمخاطر البيئيه، التي تشكلها عدوى، كيكون كما قال السيد الممثل عميد كليه التخصصات الواحه هي العنايه بالنفسيه. الى على خلل فيبقى الخلل المنظومه بكامله. الدراسه نتاع الكونتاكت ما بين المجتمع المدني الجمعيات وكافه الادارات، والاكثريه نتاع هذه الادارات اللي حاضرين معنا الناس نتاعهم راهم ماشي موظفين، راهم هما مناضلين مجال البيئة. باش نخصوا مثلا في الأول كانت الفكرة غير هو مخلفات معاصر الزيتون على البيئة، ولكن ما يمكنناش نهضروا على البيئة إلا ما هضرناش على التنمية. ومين تقول التنمية؟ التنمية المستدامة هي أي حق نتاع الإنتاج لا بد يكون عنده ديزامباكت، ولكن يجب التوفيق ما بين البيئة والتنمية. كيفية طريقة تحاسبين المخلفات؟ إذا في المرحلة الأولى بالطريقة نذكر واحد جوج نقاط أساسية بالنسبة لمعاصر ديال الزيتون. أولا العملية ديال الإنتاج ديال الزيتون كلكم كتعرفوا على أنها تتبع واحد العدد ديال المراحل، والمنتوج الأساسي فيهم الطريقة الحل هو زيت الزيتون. ولكن بالموازاة مع هذا المنتوج الأساسي هناك ما يسمى بالمخلفات، فين من طريقها المصطلح للمخلفات وصحيح الشجره الكبيره بالنسبه لهذا الحال. غوسيس راه هو الحل الوحيد لهذ المعاصي ديال الزيتون هنا في الرشيديه، باش ما نكثروش على 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 البيئه ونكثروا عليها المجال ونكثروا عليها الفيتور ونصدقوا في المشاكل انه ممكن انه تلوث من المياه الجوفيه والمياه السطحيه. إذا كنا تنتكلموا على البيئة وتكلمنا على الجيل الثالث للبيئة، راه حتى حنا تنعتبروا الجيل الثالث لأرباب المعاصر، لأن المعاصر القديمة معصرة تعتيها راه فايتة 100 سنة، وتنحاول ما أمكن أن نطوروا، ماشي حبا في الربح وإنما حبا في الحفاظ على الموروث الثقافي للمنطقة. لربما المعاصر ما تنشكيش واحد الشكل كبير، مثلا إذا قارنا مع حاجة كنا فيها بالمنزلية اللي حاليا شي بعد خطرة تخرج الواحة تبقى فيها دو بلاستيك وشي أمور اللي نو ريسيكلاج ما تريسيكلاج. دونك حنا اليوم غير خدينا هذا الموضوع ديال النفايات ديال المعاصر زي الزيتون، وخلينا اعتبرنا حتى في العنوان ديال المشروع هو رافعة للتنمية في المجال الكهربائي في المجال الوحيد. علاش؟ لان هاد المخلفات ديالو حنا كما شارك مع الاخ سلام ما تعتبروهاش مخلفات، هي مواد اوليه نقدروا نصنعوا فيها امور اخرين اللي فيها السماء الطبيعي اللي فيها الاعلاف اللي فيها المواد التجميل اللي فيها مجموعه من الامور. لربما الموظف عنده مدخول قرار كيتسنى مقابل العمل اليدوي او العمل المعرفي او يعني كيكسب بناء على عمل كيقدمو لغيرو، في حين المقابل كيحاول يستغل المحيط ديالو كامل باش يوصل يكسب الرزق ديالو او يكسب يعني المكان الاقتصادي ديالو. يعني انه واحد الانسان اللي مستعد لاتخاذ اجراءات، ماشي انسان اللي كيتسنى شي املاءات. تكون هي
20 طابل وكل واحد بطبيعه الحال يعني الحموله الثقافيه ديالو يعني المعرفه ديالو للمكان والمجال ممكن انه يساهم في بناء هذه الخريطه التشاركيه. المعاصر ديال الزيتون نلقي فيها مثلا بالنسبه للتسويه المحطه ديال التسويه ولا التمثل ديال السكينه بالنسبه لهذ النقط السوداء حميد الحسناوي رئيس شبكة الجمعيات النووية بواحد زيز مدغرة. إذن اليوم تنظم الشبكة يوما دراسيا يعتبر الأول من نوعه حول واقع البيئة وآفاقها بجماعة شرفاء مدغرة. هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين الشبكة وبين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة قطاع البيئة من أجل تنفيذ مشروعين يهم مخلفات معاصر نفاية الزيتون، حيث ستقدم نتائج البحث الميداني الذي أشرفت عليه الشبكة بتنسيق مع أساتذة كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، وسيتلو نقاش من أجل النظر في هذه الخلاصات الميدانية وكذلك رفع مجموعة من التوصيات والاقتراحات لمعالجة الاختلالات الموجودة. كما أن اليوم سيشهد تنظيم ورشتين أساسيتين، الأولى تتعلق بإعداد خريطة بيئية خضراء يتم من خلالها توطين المعاصر سواء كانت هذه المعاصر عصرية أو تقليدية سواء كانت تشتغل أو غير لا تشتغل، إضافة إلى الورشة الثانية التي يكون الهدف منها هو إعداد مجموعة من الشباب والنساء لتأسيس تعاونيتين بيئيتين فلاحيتين لضمان استمرارية هذا المشروع. دار تحقيق صناعة حويلية في قطاع الزيتون كيتعين على كل مهتمين بقضايا البيئة باش يضعفوا الجهد ديالهم في مجال المراقبة، وكذلك القيام بحملات تحسيسية لدى أرباب المعاصر، وذلك لتجنب رمي مخلفات المعاصر في مجاري المياه والوديان.